آية رقم 14 من سورة آل عمران تقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. طيب هنا في بداية الصورة يقول الناس، صح؟ حسنت. وبعدين النساء، وأغلب تفسيرهم مرتبطة بعنصر المرأة. تمام. فهنا لو كان المقصود من عنصر أنثوي لكان قال الذكور أو الرجال. نعم. زين للذكور أو الرجال حب الشهوات من النساء، يعني جمع المرأة، لأن مفرد النساء لا يوجد مرأة أو نسيء أو شيء. فهنا أريد منك تأكيدا، هل النساء مقصود منها العنصر الأنثوي المرأة؟ ولا أعتقد صعب. لا، في عندنا في اللغة ما يسمى مخرج الغالب. مثلا أنت دكتور دخلت محاضرة، ركز في أسئلتي، أنا أحب هذه الأسئلة. وجد 80 طالب و20 طالبة، تمام، وتسمع صوت إزعاج، فشو تقول؟ لو سمحتم يا طلاب أسكتوا، هدوء يا طلاب. أغلب لماذا لم يقل وطالبات؟ لأن ممكن الهيمنة أكثر العدد. أحسنت. الطلاب، هذا ما يسمى في لغة العرب مخرج الغالب، أن الله يذكر الأغلبية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، سمى الله الرجال في المعركة ناس، رغم كان عندهم صحابيات تداوي. صحيح. فقال الله لهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قل أعوذ برب الناس، هل نستثني المرأة؟ كل الناس أجمعين. أجمعين. يعني إذن رجل امرأة، لكن متى نعلم أن المقصود مخرج الغالب؟ إذا قيد، يعني لما أقول لك يا أخي، أنا مثلا أتكلم معك، والله يا أخي الناس ما شاء الله حبوا سيارة الرينج روفر، أنا قيدت الناس بحبهم لشيء معين، أقصد رجال ولا نساء؟ الرجال في عصرنا الحين. أحسنت. دائما الرجال. فالله عز وجل لما قال زين للناس، إذا نقول رجال ونساء، زين قيدها حب الشهوات، ما زلنا نساء ورجال، من صحيح. النساء، خرجت النساء من الخطاب. أيوه. يعني خرجت النساء. أن الله يريد الطرف الآخر.